إن هذا الوضع انت لازم حضرتك قرايتك ايه للتأخير، للأسباب اللي خلت الشركة ما تاخدش الرخصة لغاية دلوقتي عشان نتعامل معاها او نحاول نغيرها؟ يعني برضو حضرتك أنا يعني مش هل في يعني دايما احتكار؟ يعني هل في مصالح؟ يعني هي دي اللي أثرت أخرت؟ لا، هو دلوقتي في 3 شركات عالمية. الثلاث شركات دول لو بصينا بصة سريعة هنلاقي الآتي: هنلاقي في شركة إنجليزية ابتدت في سوقها وكبرت في دولتها وانطلقت من هذه الدولة، غزت أسواق أوروبية وامتدت إلى أفريقيا وتواجدت في أكثر من مكان في أفريقيا وأيضا مكان في الخليج كويس. وعملت نشاط كبير واسم كبير، اللي هي شركة فودافون. وأيضا في شركة أورانج أو فرانس تيليكوم تأسست في فرنسا وطلعت منها واتجهت إلى يعني العالمية والتواجد في آسيا وشرق أفريقيا وأيضا متواجدة في مصر. وفي شركة يعني عالمية وإقليمية برضو لشركة اتصالات الإمارات ابتدت وتأسست في سوقها وبعدين اتجهت إلى الشمال إلى الشرق والغرب، بحيث أن عندها يعني تواجد من أول أفغانستان لحد المغرب. وطبعا المفتاح المشترك ما بين الثلاث قصص الناجحة ديت اللي احنا بنتطلع إليها يعني بإعجاب، هي انهم تأسدوا في سوقهم وطلعوا منه. انا كنت علشان اسالك طب حضرتك اطلع خارج حدودك بقى، لكن حضرتك كده رديت عليا انه بالزبط. لازم في الاول في بلدي كل قبل ما اطلع. كل يعني اذا ما كنتش الواحد يعني يتأسد ويكتسب القدرة والمكانة من خلال سوقه، يبقى يعني الـ 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 الاولويات كده تكون اتلخبطت. والعالم الحقيقة يعني حسم هذا الموضوع. النهاردة السوق المصري لا يخفى على حضرتك برضو، قبل ما اخرج بره السوق المصري، انا عندي هنا ربع المنطقة، فهو سوق وفير وضخم. السوق المصري قوامه يعني احنا 90 مليون، 60 مليون منهم يعني من اول 15 ل 25، من 25 او اقل، يعني عن 60 مليون اقل من 25 سنة. عندنا 20 مليون اسرة بيضاف اليوم، نص مليون اسرة جديدة كل سنة. عندنا يعني عدد خريجي الجامعة، عدد خريجي المدرسة 1.1 مليون خريجي مدرسة، 300 ألف خريجي جامعة. يعني احنا ولكل عندنا الفئات دي بقت بتعتمد أكتر على الموبايل أكتر من التليفون الأرضي اللي هو أساس شغلكو. هو بالمناسبة يعني رقم المستخدمين الأرضي قد إيه دلوقتي؟ احنا عندنا تقريبا أقل من 7 مليون مسكن، حوالي 6.5 مليون مسكن، والمسكن بيبقى فيه تقريبا 5 أشخاص. فعدد اللي بيستخدموا الثابت هم حوالي يعني 30 ل 35 مليون. اذا ما نقارن دوت بعدد الشرائح المحموله اللي موجوده في السوق اللي هي بلغت يمكن 90 مليون شريحه، على الرغم من ان يعني في يعني في ظواهر بتؤكد ان عدد كبير من الناس بيبقى معاه اكتر من شريحه، بس بدون شك هو سوق ضخم، سوق وفير، سوق متجدد، سوق شاب، سوق غير قابل للتشبع. عشان كده لازم يكون لكم تواجد في هذا السوق وبقوة. طيب هنا المعلومة اللي عندنا برضه يا فندم انه المصير اتصالات ليها حصة في فودافون، وان مجلس الوزراء قال تخرجوا من فودافون عشان نديكم الرخصة الرابعة. هو الحقيقة يعني مساهمات الأقلية او التواجد على مستوى يعني الاستثماري بس، يعني بدون اي سيطره تشغيليه وبدون ما ادري 20% تقريبا صح؟ 45% في فودافون. في فودافون تبدا حصه كبير، هي حصه اقليه، بس انا اقدر اللي سيادتك بتقوليه، لان ظاهريا يعني العنوان يعني بيخلي الواحد يتوقف، بس عندما يعمق الانسان النظر بيجد الآتي: بيجد ان انا ما عنديش اي سيطره تشغيليه، 45% زي 1%، ويعني الدور بتاعي هو ان انا كمساهم اتلقى توزيعات الارباح ان وجدت في اخر العام وقرر المساهم الرئيسي ان يوزعها. وده الحقيقه وضع يعني يختلف تماما عن الفكر التشغيلي بتاع مشغل وطني تاريخي مسيطر على شؤونه التشغيليه وعلى الموارد بتاعته، وليس دوره أنه يتلقى توزيعات أرباح من منافس مبجل يعني في آخر السنة. يعني الدور ده مش الدور بتاعنا. احنا بالنسبة لنا بنتطلع إلى شركة فودافون بإعجاب شديد وبنرى أنها يعني أنتوا رافضين التخارج؟ إطلاقا. احنا الحقيقة يعني علشان أكون واضح، احنا شركة مدرجة في بورصتين، القاهرة ولندن، وقواعد الإفصاح
يعني بتجعل ان كل كلمة يقولها الرئيس التنفيذي لازم تكون موزونة. فالرد بتاعي على سؤال حضرتك هو لا تعليق. انا مش عايز يتصور من ردي دوت ان انا عندي موافقة او عدم موافقة. هذا اصل كبير وثمين. ورأي الرئيس التنفيذي فيه اللي هو يعني اوضحته دلوقتي ان انا مش هعلق على الموضوع دوت قد يكون له تأثير على الثمن وممكن يكون له تأثير على المداولة. وانا الحقيقة يعني عايز ابتعد عن ده تماما.